جزاكم الله خير يا شيخ. السائلة أم عبد الرحمن من وادي الدواتل لها مجموعة من الأسئلة. تقول فضيلة الشيخ صالح، هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة النفل في وقت النهي من يوم الجمعة كما سمعت في ذلك؟ لم يثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصلي النفل في وقت النهي كان القصد بعد العصر، هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، إلا ما ورد أنه لما أتته راتبة الظهر قضاها بعد العصر، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته. أو إن كان السائل يريد النهي الذي عند الزوال، نعم الزوال يوم الجمعة ليس فيه نهي وقت الزوال، هذا خاص بالأيام غير يوم الجمعة، لا يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي عند الزوال. نعم.